على بركة الله أيها الإخوة المتابعون، بعد هذا الشوط سيسدل الستار عن أشواط الصباح 25 شوطا تابعنا من خلالها متعة وتميز لشعارات أبناء القبائل الحاضرين اليوم معنا في ميدان الشحانية. فمرحبا بكل ضيوف الميدان من أبناء الخليج اللي حضروا وشاركوا واندفعوا معنا اليوم مع هذا السباق المحلي التاسع في بداية أول أيامه يوم الخميس 6 فبراير 2014. شوط الختام ينطلق ونحن متواصلين مع هذه الأسماء، ونبدأ مع المركز الأول. هي الذيبة على المركز الأول، وملكية الذيبة لمحمد بن علي بن سعيد بن حمد بن دجران المري. المركز الثاني، هنا من تحتل المركز الثاني بلشة راشد بن بطي الزعبي مع المركز الثاني، وزعفرانة على المركز الثالث شعار بوهادي اللي صب عليه بالخير حمد بن عبد الهادي من جهمان البريدي ينطلق بالمركز الثالث. المركز الرابع الشايبة عبد الله بن حمود بن ياسر اليحافي من أبناء السلطنة، وخامسا شعار بن حلفان يحتل المركز الخامس مع مرور، ونحن نمر من عند الكيلومتر الأول مع مرور ماجد بن محمد بن حلفان المري. إذن لحظات الناموس مع شوط الختام، شوط الختام بلشة والزعبي مع المركز الأول مع بلشة سلالة مبلش، أعتقد بأنها سلالة مبلش، هذه علامات سلالة مبلش تنطلق في المركز الأول. راشد بن بطي الزعبي مع مقدمة الشوط، والمركز الثاني وجود شعار بن جهمان، زعفرانة حمد بن عبد الهادي من جهمان البريدي المري، وتدخل شعار الجحافي من العمق مع الشايبة عبد الله بن حمود بن ياسر الجحافي. المركز الرابع الذيبة محمد بن علي بن سعيد بن دجران المري، ولا تغيير مع مرور بالمركز الخامس. هي محتلة المركز الخامس، انتقلت بدورها إلى المركز الرابع ماجد بن محمد بن حلفان المري. وين الختام؟ وين الختام يا بن جهمان؟ وين الختام؟ وين الختام؟ مع خط النهاية، مع خط النهاية، مع الناموس المرتقب، مع ختام الأشواط، من سيدون اسمه في قائمة الفائزين؟ يا سلام، 17 مشارك يطمحون لهذا التدوين، تدوين اسمه إننا الفائز بهذا الشوط. الله يوفقهم الجميع، الله يوفقهم، دعواتي لهم إنهم يحصلون كلهم على الناموس، ولكن هذه الرياضة والفائز واحد، الفائز واحد، اللي بيحصل على الناموس واحد. تحرك بن جهمان، والله خطير بن جهمان، والله لعوايد بن جهمان، يا سلام، انطلقت 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 زعفرانة، زعفرانة سجلاتها حافلة، على فكرة زعفرانة سجلاتها حافلة مليئة بالإنجازات. بلشة أيضا سلالة غنية عن التعريف، ولكن التدخل في هذا الموقف بن حلفان خطير والله يا بن جهمان. بن حلفان شوف اللي من الجانب الآخر، غرام غرام محمد بن مطر بن مطوع الاكتبي من دبي قادم، من دبي قادم يا بن جهمان. اللحظات الأخيرة خطف الناموس منك، خطفه الاكتبي، خطفه الاكتبي، وبلشه قادمه، بلشه قادمه راشد من بطي الزعبي، ولكن الاقرب للناموس الاكتبي، الاقرب للناموس الاكتبي مع غرام محمد بن مطر بن مطوع الاكتبي يفوز مع غرام بهذا الشوط، ويهدي اهالي دبي الناموس في صباح هذا اليوم مع شوط الختام. تهانينا والناموس. المركز الثاني زعفرانة حمد بن عبد الهادي بن جهمان البريدي، وبلشة على المركز الثالث لراشد بن بطي الزعبي، ورابعا غرناطة راشد بن طالب بن شريم المري، وخامسا
وصلت الشايبة عبد الله بن حمود بن ياسر الجحافي من أبناء السلطنة. إذن أهني مالكي غرام محمد بن مطر بن مطوع الكتبي الفائز بهذا الشوط. توقيت الزمني يا أحمد، توقيت الزمني خلاص راحت بالناموس الختامي مع فوزها بهذا الشوط. غرام تهانينا والناموس لمحمد بن مطر مطوع الكتبي، ولحظة وصولها إلى خط النهاية توقيتها 4 دقائق. ثانية 88 جزء من الثانية. وهنيك بن مطوع على هذا الفوز، وزعفرانة وصلت بالمركز الثاني 4:43 84 جزء من الثانية. وهني بن جهمان على هذا الفوز، وأهني أيضا راشد بن بطي الزعبي من فاز مع بلشة بالمركز الثالث 30 جزء من الثانية 44.4 دقائق هو التوقيت اللي سجل مع المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين وأفضل توقيت يا مخرجنا.